فترة يعني القذافي قدم لك فيلا عن طريق حسني مبارك في القاهرة، هذا صحيح أيضا؟ هو لم يقدمها لي يعني عشان سواد عيوني، هو قدمها على أساس كنصب فخ حتى أقع في هذا الفخ. لم أنا تستلم رفضت هذه، إطلاقا، لم تستلم هذه أعرف. الفيلا إلى الآن؟ نعم، لم تستلم هذه الفيلا إلى لا الآن؟ لا لا، أهلي يعني أسرتي بقت في هذه الفيلا، وعندي أبناء يقروا في الجامعات، أنا كانوا موجودين في شقة يعني تحول إلى مصر، كان في شقة معينة، ولكن واحد من أبنائي يبدو عليه أن اتصل به أحد أعوان قذافي وقال له والله يمكن كان أظن شوفوا كان بيت أوسع إذا كانتوا متضايقين ولا غيره، قال والله يكون أحسن. فشافوا لهم هذا البيت، وهو مش يعني تستحق الذكر يعني، ولكن أهو لأن ولكن عقار، لكن أيوة معلش، هم سألوني قلت لهم أقبلوها وأبقوا فيها، استمروا في دراستكم، ولكن اعرفوا انها هي عباره عن فخ، عباره عن مصيده، عباره عن تراب بالنسبه نعم. لي. لم تحاول زياره ابنائك في تلك الفتره؟ احنا مقتنعين تماما اذا كان ما تبيش تدخلوها ما تدخلوهاش، فقلت لهم لا ادخلوها خلوكم مرتاحين فيها، ما نعرفش المده ممكن الطول يعني بها. نعم، طيب كيف لكن المعارض القذافي؟ القذافي عفوا، نعم، القذافي وضع هذه المهمه على اساس يقول لما طيب تكبر اسرتك انا ربما يجي. سياده اللواء، يعني كيف لمعارض القذافي في وزن سيادتك ان يقبل هديه من القذافي ونظامه بهذا العقار التي تتحدث عنه في مصر؟ هديه اقبلت كفخ، انا هو عمل كان تسمع في حديثي انت ولا؟ نعم، هو عمل كمصيده بالنسبه لي. ولماذا قبلتها اذا وتتعامل انها مصيده؟ لا لا لا، انا هو بيلعب معي لعبه.